بغض النظر بقى عن فكره اللي عايز يزيد او اللي عايز يخس، فكره الغذاء السليم من حيث المبدا عباره عن ايه؟ المتوازن. جميل جدا. الغذاء السليم اللي باخد فيه كل العناصر الغذائيه اللي تخلي جسمي يقوم بوظائفه. يعني تقريبا بنقول الاكل مش اللي بيشبعني ويبسطني بس، لان ممكن اكل يشبعني ويبسطني ويبقى فارغ الفايده. فلازم في عناصر مش انا او انت اللي بنقول عليها، ربنا اللي خالقها، لان كل العمليات الكيميائيه والحيويه اللي بتحصل في الجسم بتحصل بكيميكال رياكشنز محتاجه المواد اللي انا هاكلها. فلازم منها مثلا، وبنتغاضى عنها جدا، الدهون الصحيه. يعني هي مش فكره الدهون غلط، لا، احنا بنمنع الدهون الغلط، الحلويات، المحمرات، انواع الدهون مثلا، دول الغلط، دول غلط، لكن الصح مهمين جدا. المحمرات طبعا، كل ما هو محمر، عمليه التحمير خطأ نفسها غلط. يعني عمليه التحمير اللي هي تنزل نشويات، تلاقي مثلا بقسماط حاجه او بطاطس في ديب فراي او في درجه حراره عاليه جدا، دي بتطلع ماده اسمها اكريمالايد، دي كارسينوجينيك اصلا. او اما نحمر العيش على النار من غير زيت، يعني احتكاك النشويات بدرجه حراره عاليه تطلع ماده اللي هي الصودا بتاعت العيش دي مثلا، او البطاطس المحمره او الشيبس لما يتحمر جامد اسمها اكريمالايد. بس الاكل المحمر ده قاسم مشترك في كل البيوت وعلى كل الترابيزات السفره اللي في الدنيا. مش كل يوم، يعني مش نحمر البتنجان ونحمر البطاطس ونحمر اللحمه ونحمر السمبوسه، مش كل حاجه وكل يوم. يعني على الاقل يكون بند واحد بس منهم هو اللي موجود، مش كل الاكل مقلي. بس الفريكوينسي قد ايه يا كريم مهم؟ معدل يعني باكل كام حاجه غلط مضره في اليوم؟ اصل مش محمر بس، ده المحمر ده حتى في البيت يعني مغيره الزيت وعارفه راسه من رجله، انت بره جانك فود مش عارفه الدهون عامله ازاي. زيت باكب بس كده. شوكولاتات، حلويات، حاجات باكت. طب احنا نعرف منين؟ يعني مثلا هل الواحد ياكل طبقا لهواه الشخصي، لميوله، ولا لازم الواحد يبقى عارف القيمه الغذائيه للحاجه عشان بعد كده يختار اكل باكل، يعني يبقى اكل الحاجه الصحيه او المفيده؟ طبعا اي حاجه طبيعيه، يعني كل ما نروح ناحيه الحاجه الطبيعيه اللي ما اتحطتش في كيس او ما دخلتش على النار او ما دخلتش ما حصلهاش عمليه تصنيع، دي طبيعيه. بمعنى الفواكه والخضروات. يعني الا يعني ما اللي فيه مبيدات وكده، يعني بنقول ان شاء الله لا او نغسلها كويس والحاجات دي، بس دي حاجات طبيعيه. تملي نقول مثلا، بس انت مش بتاكليها نيه، انت بتاكليها برضو يا متحمره يا بس بناكل سلطات. اوكي. وبناكل بتنجان مخلل وطماطم مخلله، كل دي حاجات فريش. بناكل تفاح وبطيخ وعنب، كل دي حاجات طبيعيه. كان في كلام الفتره اللي فاتت على البطيخ انه عامل مشاكل والخوخ، الكلام ده حقيقي؟ عشان كده قبل ما بدات قمت قايله الا الحاجات اللي بتبقى مرشوشه او فيها مبيدات زياده بتعمل طبعا. واحنا هنعرف منين ان قدامي بطيخ؟ لا ده دي احنا بالستر بقى، يعني البطيخه بالذات مش هعرف، بس الخوخ والفاكهه عامه والخضار يفضل انه يتنقع في ميه كويس قوي ويتحط معاه شويه خل. ودايما برضو بيتقال الدكتوره فكره ان الصح ان الواحد ما ياكلش الفاكهه في اول الموسم بتاعها. لا يعني هو بص، يعني اول الموسم نص الموسم احنا لازم اصلا الموضوع اطلب بير، لان لازم بجمله بقى تصحيح المعلومات، يعني يبقى في رقابه على الناس المزارعين او الحاجات دي، لان هي دي في ساعات بتبقى بنسقي بميه صرف، في ساعات بتبقى بنسقي بميه جايه من مخلفات فيها حاجات كيماويه. بنرش مبيدات، احنا ممكن نرش مبيدات بس بنرش مبيدات زياده عن اللزوم فتضر. كل الحاجات دي المفروض ليها نسب معينه، دي الرقابه بقى. عشان كده كان طلع موضه فتره لو تفتكر الحاجات الاورجانيك طبعا اللي هي العضويه اللي ما فيهاش مبيدات او معموله بصوره طبيعيه، وطلع عليها كلام لا مش كلها صح. يعني فاحنا بنحاول على قد ما نقدر ننقع الحاجه في ميه وخل في ميه كويس، ايا كانت الفاكهه حتى لو تفاحه خوخه، ننقعها شويه مده معقوله قد ربع ساعه ونحط شويه خل، فعلى قد ما نقدر نقتل اكبر قدر من الميكروبات او المواد اللي ممكن تضايق. على ذكر الاكل الاورجانيك، حتى بقى فيه بيض اورجانيك ما فيهوش هرمونز المفروض، زي مثلا الفرخه اللي بتاخد علف فيه هرمونز اكتر فيبقى مضر. المفروض الاورجانيك طبيعي، دي كلمه اورجانيك عضوي، يعني ما فيهوش مواد مصنعه كتير. فاحنا تملي بنروح اي حاجه باكت كارثه، اي حاجه مصنعه كارثه، ده فتح كلام. كلمه اي حاجه باكت دي ممكن